السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم كريمة علي. انا النهارده جايبه لكم اكبر تشكيله من تجهيزات العرايس، من الصيني والمفروشات، اطقم عشا، اطقم شاي، كل حاجه النيش ورفيع المطبخ كمان باسعار رخيصه جدا، عروض جامده جدا يا جماعه. وكمان جايبه لكم مفروشات العالميه اللي حاف الفايبر اللي مفيش زيه، اطقم سراير للاطفال بسعر رخيص جدا برخص التراب، طقم السرير الكبير، الكوفيرتا، الخمس قطع وسبع قطع، فوط العالمية المشهورة، وكمان فوط الأطفال الأشكال الجديدة تحفة جدا. كل ده عند البيت بيتك، بيلف جميع محافظات الجمهورية. وكمان انت ممكن تتصل برقم التليفون الموجود، انت في أي محافظة هيجيلك أي حاجة انت عايزاها، الشحن مجانا يا جماعة، الشحن من غير فلوس خالص. انت في أي محافظة كل حاجة هتجيلك، الشحن من غير فلوس خالص، الشحن مجانا لغاية باب البيت. وعامل عروض حلوة جدا للتاجرات اللي اخدين كميات كبيرة، هيعمل لهم تخفيض كبير جدا، او اي عروسة بتجهز واخدت حاجات كتير جدا من عنده برضه هيعمل لها تخفيض كبير جدا. اتصلوا برقم التليفون، الحاجة هتجيلكم مجانا لغاية باب البيت. وعندنا هنا بقى حاجة العرايس كلها، الكرنفال، كرنفال المحلة بتنقل في كل الاماكن، كرنفال المحلة بيتنقل في كل الأماكن. حضرتك عجبك أي حاجة من هنا بتتصلي بالرقم اللي أنا هحطه على الفيديو، وهتجيلك الحاجة من غير شحن، أي حاجة هتجيلك من غير شحن، تمام؟ هنعرف بس الأسعار دلوقتي، كله من غير شحن يا جماعة، كل الحاجة بتيجي من غير شحن. عايزة أوريكي حاجة تكون باينة، كل الحاجة ده طقم عشا طبعًا. أنا هنجيب دلوقتي، ما شاء الله الدنيا زحمة جدًا، شايفين؟ الدنيا زحمة جدا لأن الحاجة رخيصة جدا. هنا الحاجة يا جماعة بتبقى رخيصة جدا، الحاجة رخيصة جدا. يا ريت هنعرف بقى دلوقتي أسعار، شايفين ده تحفة؟ لا ده هشيله طبعا، هنعمل كده، شايفين ده؟ حلو قوي، حلو قوي، هنعرف أسعار تحفة. طقم أكوبان تحفة، حلو جدا، وده عجبني جدا، ده عجبني جدا يا جماعة، شايفين ده عامل ازاي؟ ده عجبني جدا، حلو قوي قوي قوي، حلو قوي. برضه هنعرف دي كام، تمام كده؟ عندنا قيمة الصيني، أي حد عجبه أي حاجة هيعمل لها سكرين شوت وهيتصل بالرقم اللي أنا هسيبه على الفيديو، تمام كده؟ الاسعار مخفضه جدا، هنا الاسعار بتبقى مخفضه جدا، الاسعار مخفضه جدا. طبعا بتاعه الكيك الجرانيت، بص بكام دي مكتوب فين وانا ابقى ابص؟ ميتين وخمسين، اي حد عاجبه اي حاجه ياخد لها سكرين شوت، تمام، ويتصل بالرقم اللي انا هسيبه على الفيديو. طقم الصواني ده تحفه تحفه، طقم الصواني ده تحفه بجد، ما شاء الله، طقم صواني تحفة، اتنين تحفة تحفة، الله ده تقيل تقيل جدا، تقيل جدا بجد، حلو حلو قوي، حلو قوي، اتنين ما شاء الله زي الفل بصراحة، تحفة، طقم صواني تحفة، شايفينه عامل ازاي؟ عجبكم أي حاجة يا جماعة؟ اتصلوا بالرقم، اتصلوا بالرقم، هو هيديكوا السعر ويجيلكوا شحن في أي مكان في الجمهورية لغاية عندكم. دول تلات مقالب بعض، دول تلات مقالب بعض، عنده حاجات بصراحة تحفة واسعار حلوه جدا، اسعار مخفضه حلوه جدا، الاسعار مخفضه وحلوه جدا. اي حد هيعجبه اي حاجه هياخدها سكرين شوت ويتصل بالرقم اللي انا هسيبه على الفيديو، هتجيله الحاجه لغايه عنده من غير مصاريف شحن، من غير مصاريف شحن يا جماعه. شايفين البايركس؟ شايفين بقى هنا؟ بصراحه حاجات تحف بامان الله، حاجات تحف فعلا تحف، حاجات حلوه جدا، شايفين ده فظيع، الطقم ده فظيع، الطقم ده فظيع يا جماعة، ده طقم شاي فظيع، حلو جدا، حلو جدا، طقم شاي حلو جدا. وشايفين ده كمان؟ برضو الأسود ده فظيع، الرخامي ده فظيع، حلو قوي، حلو قوي، بالكوبايات، بالفناجين بتاعته، بالأطباق الجاتوه، الطبق الكبير والست أطباق الصغيرين، بصراحة فظيع، والأسود بالرخامي ده فظيع. أي حد عايز يعرف أي سعر يتصل بالرقم ده وهيردوا عليه، هيقول له سعره كذا وهيجيله شحن لغايه عنده من غير مصاريف شحن يا جماعه، من غير مصاريف شحن. شايفين كرنفال المحله ده؟ كرنفال المحله بيتنقل في كل الجمهوريه، ولكن بيوصل كل حاجه في كل مكان من غير مصاريف شحن،
باقل الاسعار. هنا اقل الاسعار، مش هتلاقي الاسعار دي في اي مكان تاني. حتى العجان عنده، حتى العجان عنده الكاتلات بكل انواعها، الكاتلات بكل انواعها، اطقم التوزيع كلها صدقوني اسعار ارخص من بره بكتير. هو ارخص كتير جدا من اي مكان تاني لو انتوا عارفينه. هو دلوقتي عامل طبعا معرض الفندقيه، بس للاسف بيجي يقعد يومين ويمشي، يومين وبيمشي. احنا في محافظه بورسعيد دلوقتي عامل معرض الفندقيه، بيجي يعني هو ماشي دلوقتي خلاص، هو لسه له ساعتين ويمشي. كل الحاجه يا جماعه، الجرانيت، الجرانيت اللبنه، الجرانيت البراد، الجرانيت تحف بصراحه، عنده تحف. شايفين كل الاستانلس ده؟ عجبكم اي حاجه، عجبكم اي حاجه زي ما قلت لكم، عجبكم اي حاجه اسالوا عليها بالرقم، هيقول لكم السعر وهيجي لكم الشحن لغايه عندكم من غير فلوس. الشحن يا جماعه من غير فلوس. الطقم ده فظيع، الطقم ده حلو جدا، كان اختفى شويه وبعدين رجع تاني، برده برده حلو جدا، برده حلو جدا. طبعا مفيش حد هيقف معانا ويقول لنا اسعار لان عنده زحمه جدا، بس هو قال اي حد عايز يسال على اي حاجه يتصل بيا وانا هقول له السعر. برده ده حلو قوي، ده حلو قوي الطقم ده، الله فظيع قوي الطقم ده، فظيع، حلو قوي، حلو حلو. ايه الحلاوه دي؟ صدق جميل، حلو جدا. شايفين يا جماعه القمه دي؟ القمه الخشب دي بصراحه تحفه، بجد قمه فظيعه واسعارها حلوه. عنده كل حاجه، قوم توابل هتلاقي، هتلاقي عايزه اي حاجه. شايفه الزحمه؟ شايفين الزحمه قد ايه؟ انا بس بوريكم الزحمه قد ايه عشان مشوش الناس ما تزورش. شايفين تقوم التوابل هتلاقي، تقوم الشاي هتلاقي، تحف بصراحه، عنده كل تحف بجد، عنده كل تحف. عجبك اي حاجه اسالي عليها برقم التليفون وهو يقول لك، والحاجه تجيلك لغايه عندك من غير مصاريف شحن، هتدفع حقها بس، وهيعمل لك تخفيضات اللازمه، هيعمل لك تخفيض كبير جدا، هيعمل لك التخفيض الكبير جدا. ما شاء الله ما شاء الله بصراحه. اطقم الصيني، اطقم الصيني، مش عايزه افوت لكم حد عشان عايزه حاجه، علشان عايزه الحق اصور لكم المفروشات. المفروشات عندها زحمه جدا، المفروشات عندها زحمه جدا، وعايزه الحق اصورها، اصورها لكم برده. عنده بصوا شايفين الاستشوار، كل حاجه هتلاقيها عنده، رفايع، مكياجات، كل ده هتلاقيها عنده. المكاوي يا جماعه، المكاوي، المكاوي باسعارها، المكاوي، الروجات، كل ده طبعا. المعرض معمول، هتلاقي حاجات كتير جدا، برفانات هتلاقي، كل حاجه ما شاء الله. حتى حاجه العرايس هتلاقيها برده، البيجامات، البيجامات والكشات برده هتلاقيها لو عجبك. وهقول لك برده على صفحتهم على الفيس علشان هي تتابعيهم. ماشي يا جماعه، بس المفروشات احنا نروح على المفروشات عشان عليها زحمه كبيره جدا، المفروشات والازاز في زحمه كبيره جدا عليها، فاحنا هنمشي كده. لو عجبك اي حاجه كلميه وقولي له على الطقم بالظبط، وهو هيبعته لك لغايه عندك في اي مكان في الجمهوريه، اي مكان في الجمهوريه من غير مصاريف شحن. البرنس، البرنس يا جماعه، البرنس باشكاله وبالوانه، البرنس باشكاله وبالوانه، عايزين تعرفوا اي اسعار؟ اسعار تحفه جدا. وشايفين الزحمه؟ انا بس بقول لكم الزحمه قد ايه، عاملين ايه على الزحمه. هنا بتحط الزحمه دي على ايه؟ على قمه الاستريح. هو كام الطقم؟ طقم الاطفال 230، طقم الاطفال يا جماعه ب 230. طبعا مش عارفه ادخل من الزحمه، هنحاول ندخل كده من الزحمه ونشوف. طقم الاطفال ده اللي انا عرفته من الزحمه يا جماعه، طقم الاطفال ب 230. مش شباني بقى، خليك طقم الاطفال ب 230 جنيه، طقم الاطفال ب 230 جنيه. شايفه طقم الاطفال ب 230 جنيه. وده بكام ده؟ بكام؟ وده ايه ده؟ الزحمه ايه؟ سرير واحد ولا اثنين؟ الزحمه كبيره قوي عشان الاسعار رخيصه. بكام ده؟ الزحمه كبيره جدا عشان الاسعار رخيصه. المفروشات عليه زحمة كبيرة جدا، المفروشات عليه زحمة كبيرة. وكمان هتلاقوا اللحفة، اللحفة، هتلاقوا اللحفة، اللحفة برضو، كل حاجة. أيوة قول لي بكام بقى ده؟ ده عاملة 999، 999 يعني 1000 جنيه، ب 1000 جنيه ده يا جماعة. شايفين ده ب 1000 جنيه؟ ده عبارة عن إيه؟ مفروش بس؟
كوبرتا. كوبرتا صيفي. صيفي. استورادة. بألف جنيه. هتجيلك شحن من غير ولا فلوس. هتجيلك شحن من غير كوبرتا فلوس. العالمية. كوبرتا العالمية المستوردة بكام؟ برضو بألف جنيه. ايوه كوبرتا ب 1000 جنيه العالميه. ده اقل من كنا فيه 430. 430 فين؟ 430. 430 يا جماعه. 300 شايفين الكوبرتا ب 300. المجد ب 300 جنيه يا جماعه. كوبرتا هتجيلك شحن لاي مكان من غير فلوس. تمام. فين 400؟ والدفايه بكام؟ 300 جنيه. الدفايه بكام؟ 300 جنيه. 300 جنيه يا جماعه. شكل الدفايه ب 800. عندنا 85 جنيه الدفايه. ب 85 جنيه الدفايه؟ بتبدا من 85 فين؟ الدفاية عندهم بتبتدي من 85 جنيه. هتجيلك في اي مكان شحن من غير فلوس. سامعين يا جماعة؟ شايفين؟ ما شاء الله. اللحفة بصوا الزحمة. انا عايز اوريكم بس الزحمة عاملة ازاي. الزحمة ما شاء الله على اللحفة. ما شاء الله. المفروشات عليها زحمة كبيرة جدا. انت في اي مكان في الجمهورية هتجيلك شحن من غير فلوس. سامعيني؟ اي مكان في الجمهورية هتجيلك شحن من غير فلوس. يا جماعة. لحيفة هتلاقي. دفايات هتلاقي. زي ما قلنا المفارش هتلاقي. حاجة اطفال هتلاقي. قوة الاطفال. بكام قوة الاطفال دي؟ ب 220. قوة الاطفال دي. بكام؟ شايفين قوة الاطفال دي؟ تحفة. شايفين الاطفال؟ شايفين قوة الاطفال فظيعة. حلوة جدا. قوة الاطفال حلوة جدا. المفروشات شايفين؟ شحن لأي مكان من غير فلوس خالص. هتدفعي حق الحاجة بس بالتخفيض كمان. من غير مصاريف شحن. عنده كل حاجة ما شاء الله صراحة. بجد ما شاء الله. زحمة كبيرة جدا. مش عارفة اتحرك ومش عارفة امشي. المكان قرنبال المحل يا جماعة. قرنبال المفروشات والصيني. كل حاجة هتاخديها. شايفين الزحمة؟ الزحمة كتير جدا ما شاء الله. تشتري الحاجة بسم الله ما شاء الله. الحاجة فعلا رخيصة وحلوة. ما شاء الله. المفارش تحفه برضو. المفارش حلوه طبعا. المكان زحمه جدا. مش لاقي حد يتكلم معايا عشان المكان زحمه جدا. مش هطول عليكم اكتر من كده. انا جبت لكم معظم الحاجات. المفروشات والصيني. لا لسه ما رحتش على الصيني. هروح على الصيني. لو انت عروسة بتجهزي او لو انت تاجرة يبقى الفيديو ده يهمك. اي حاجة هتطلبيها الشحن مجانا من غير فلوس خالص هيجيلك لغاية باب البيت لو انت في اي محافظة في الجمهورية. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لي اعجاب وتشاروا لكل اصحابكم.